أين نحن ذاهبون بقلاء الأسعار وخاصة اللحوم الحمراء؟ سؤال يطرحه المواطن، حيث شهدت تونس ارتفاعا جنونيا في الأسعار التي زادت بنسبة تكاد تكون 100%، فلم يعد المواطن قادرا على شراء لحم الخروف الذي تجاوز 18 دينار، وأحيانا كثيرة يجد المواطن نفسه مجبرا على الاستغناء عن وجبة غذائية كي يوفر أخرى قد لا تتوفر فيها أبسط مواصفات الأكل الغذائية. صب الإله العلي الأعلى قدام الجمهور التونسي كامل، 12000 تونسي من عام لعام ناكلوا، واحتمال السنة ما نشريش. نقول لك احنا اللحم عاش نجموا ناكلوا على خاطر الناس ضعاف. شكون يقدر عليه؟ كان اللي لاباس عليه، اللي ما عندوش ما يقدرش. اللحم غالي، المواطن عنده حق وقت يلقى اللحم غالي، معناتها مشكل مشكل كبير. هاكا الشعب وري اش قاعد ياكل، الشعب ياكل في الضلاع. ما عادش خلط على اللحم، فهمت؟ ما عادش يقدر على حد سين الشعب، كان عاد طلعك هو. ارتفاع كبير برشا في الأسعار في اللحوم، فهمتني؟ تصور أنت فرنسا معناها دولة أوروبية، اللحم فيها 9000 كيلو. واحنا واش 20000، يعني نعتبره دولة حاليا يعني أكثر دولة معناها فيها الأسعار مرتفعة في اللحوم. قدرة شرائية تدهورت بشكل ملفت إلى حد لم يعد يطاق، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة التي يتزايد عددها يوم بعد يوم. ومثل القدرة الشرائية تدهور معها حال الجزارين، حيث أكد الكثيرين منهم أن لا دخل لهم في قلاء الأسعار هذا، وإنما هم سوى حلقة من الحلقات المتسببة في هذا الارتفاع المشط الذي ليس في صالحهم ولا في صالح المواطن. لا ينقص الخدمة، اللي يكون مش ياخذ كيلو ياخذ طل. فرق بعيد ياسر، برك أنا في النهار نهار ثلاث الجروب واحدة تتبع في 60-70 علوش، فهمت؟ البطوار كامل يذبح فوق 700-800 علوش نهار ثلاث. توا إذا تبعنا بين 50-60 علوش بطور كامل يسمى سلكناه. بالطبيعة تعبين ملا. غلا تو احنا الديجان الأكثرية أوكا قدامك الراجل أخذها ب 20000 وإحنا واخدينه ب 20000، إحنا ناخذوه ب 20 وب 21. كنا نذبحوا يوميا في 3-4 كعبات علوش تكملهم، تو كعبة علوش ما تكملش. كعبة علوش في النهار وما تكملش. وكل كل عندنا شويه ليبيا راهو قاعدين ياخذوا في الحمل علوش، مش التوانسه راهو اللي تاخذوا فيه. وقد اكدت وزاره التجاره ان لقلاء الاسعار اسباب كثيره، اهمها تاثير السوق الموازيه وعمليات التهريب وغلاء العلف، فالفلاح اليوم لم يعد قادرا على الانتاج كما في السابق. الانتاج اذا كان يبدا ناقص تدخل لنا السلعه من شيت الجزائر، ومعناها سواء معناها توريد عشوائي او توريد معناها منظم، لانه مكتعرف معناها المشاكل اللي عاشتها البلاد مؤخرا على مستوى شيء جبل الشعامبي، نقص معناها التوريد هذا معناها كما كنت نحكي لك سواء معناها عشوائي او منظم، وبالتالي نقص الانتاج. يجي يتكلم الفلاح يقول لك يا اخوي الفلاح، يقول لك يا اخوي العلف غالي، الشعير تو حاليا احنا تو عندنا في السوق مش موجود، ماهوش موجود. انا اليوم جينا صابين بنوات وعندنا جمعه ما خذيناش الشعير، مناش خدمه بيع العلف غالي. السلعه غليت، قاتل العلف غليت، والحاكم ماهوش قاعد يدعم في الفلاح. جت فترة 2011 و2012 الدنيا سايبة، الحدود سايبة، فهمت؟ الخرفان والقطيع متاعنا الكل كهرب بالبلدان شقيقة وصديقة، وإحنا نتفرجوا بتحرك الناس ساكن ما فماش، وكل حد يخاف. مش نحافظ على الثروة الحيوانية هذيا، مش نوفروا الإنتاج دوري نافون، معناها نتولي السنوات المقبلة إن شاء الله بقدرة الله ما عادش يصير نقص. هذا برنامج معناها مقترحات قاعدين نعملوا عليه. كل واحد ربي عامل له قسمه. كل واحد عمل القسم تاعو، مستحيل باش بشري تبلش. قفة التونسي أصبحت خاوية إذا استثنينا المواد المدعمة، فإن البقية من خضر وغلال ولحوم وصل سعرها إلى درجات قياسية، فعسر على المواطن حتى النظر إليها. فما الحال إذن ونحن على أبواب عيد؟ سؤال يبقى في حاجة ماسة إلى إجابة.